عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية لبحث رد مشترك على حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. خلال الاجتماع قال رئيس وفد دولة فلسطين بالجامعة العربية إن ما يحدث للأونروا يأتي في إطار حرب الإبادة والتطهير بالأراضي المحتلة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على مقر الأونروا بالقدس يعني إغلاق 17 مركزا وتضرر 2000 لاجئ فلسطيني، 200,000 لاجئ فلسطيني. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة للجامعة العربية على تنظيم هذا الاجتماع بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لطلب عاجل للاجتماع المندوبين الدائمين في الجامعة العربية للنظر في قرار يعني حول موضوع القرار اللاشرعي من الكنيسة الإسرائيلي حول إنهاء عمل الأونروا. وأكدت بلادي في كلمتها على الرفض لهذا القرار وإلى دعوة المجتمع الدولي إلى أهمية أن يقف وقفة واحدة ضد هذا القرار الذي حقيقة من شأنه أن يضر بالآلاف بل الملايين من البشر من الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الخارج. الأردن دعا اليوم لعقد جلسة طارئة للمندوبين في الجامعة العربية، وذلك أولا لاعتبار كل ما يصدر عن كنيسة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باطل، أي قوانين تصدر عن هذا الكنيسة هي باطلة. ولذلك نحن اليوم كعرب قدمنا قرارا يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، يؤكد على أن كل هذه القوانين اللاشرعية التي تصدر عن كنيسة إسرائيل هي قوانين باطلة وليست لها قيمة، لأن الأونروا وهي منظمة دولية أنشئت بقرار أموي بقرار أممي، ولذلك في هذه المنظمة لا يمكن للكنيسة أن يلغيها في قرار أو مشروع قرار أو مشروع قوانين لا تأخذ بعين الاعتبار أي شرعية لقوانين الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي. وضوح اليوم هناك موقف عربي مشترك موحد وفق خطوات عملية واضحة المعالم. الأولى ماذا سنفعل في مجلس الأمن اتجاه استهداف مؤسسة أممية، وثانيا دور الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أنشأت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بموجب قرار 302 لعام 49، وكيف لدولة إسرائيل الدولة المارقة التي تتحدى القانون الدولي لاتجاه هذه المؤسسة الدولية، وكيف سينظر العالم لهذه القوانين العنصرية والغير شرعية، وثالثا خطة التحرك العربي المشترك انطلاقا من جامعة الدول العربية في إطار الإعداد المسبق لقمة التي ستحدث هنا في 11-11، وأيضا في اجتماعات اللجنة الاستشارية التي ستحدث في 18-11.